السلام عليكم ورحمة الله الله. وبركاته. كان في حد بيسأل لو أنا عايز أصدر من السايب كاد للأوتوكاد. بكل بساطة بتيجي هنا بتلاقي ده هنا الريبورت، تمام؟ لو أنت عايز تصدر أي ريبورت أنت عايزه، مثلا جوب داتا، فيبدأ يقول لك إيه الحاجات اللي أنت عايزها، فبتبدأ تطلع لك الريبورت بالشكل دوت بالتفصيل لكل حاجة، الأحمال الموجودة وكل حاجة. لو أنت عايز تصدر الدروينج تبدأ تختار هنا، شايف علامة الزائد ديت، بتبدأ بقى تقول له أنا عايز الفلور بلان، أنا عايز اللاي أوت، أنا عايز الفاونديشن، وهكذا. تبدأ تختار اللي أنت عايزه وتقول له أكسبت، فبيبدأ يتضاف هنا وهو هيصدر لدي دبليو جي أو دي إكس إف أو الطبعات اللي عندك أو بي دي إف زي ما أنت عايز، تمام؟ وهتقول له أكسبت، فيبدأ إن هو يسجلهم لك. ويطلعوا معاك بالشكل دوت. تقدر تضيف درون جديدة أو تقول له إلغي لي الحاجات الفاضية، ممكن تقول له سنتر أول دروينج. عايز تبدأ تظهر الديتيل هتقول له ديتيل أوف أول ذا دروينج، هيبدأ يظهروا معاك بالشكل دوت كل اللوحات زي ما انت شايف. وهنا تقدر تصدرهم لـ DWG، فنقدر نقول له برنت اول ونبدأ نختار المكان اللي هيصدروا ليه. ممكن تقول لهم صدرهم لي كلهم في ملف اوتوكاد واحد، وممكن تقول له ديسبلاي افتح لي الملف دوت اول ما يتم التصدير، او كل واحد لوحده يبقى في فولدر كده في كل اللوح الاوتوكاد. تبدأ يصدرهم لك بالشكل ده. اللوحة.